تتويج الأهلي بلقب الدوري 42 يبقى له مكانة خاصة عند الملايين من عشاق القلعة الحمراء. مع الظروف الصعبة التي عاشها الفريق طوال الموسم بسبب توقف المسابقة لما يقرب من 5 أشهر، الأهلي نجح في تحقيق المعادلة الصعبة بانتصارات متتالية وأرقام قياسية، بجانب التتويج باللقب قبل النهاية ب7 مباريات. بالنسبة للاعبين والجهاز الفني للأهلي كانت الفرحة مختلفة، بعض الاطمئنان على اللقب داخل الجزيرة، وأصبح الحلم الأهم لعشاق القلعة الحمراء هو أن تكون مباريات الدوري المتبقية بمثابة فرصة إعداد مناسبة لمباراتي الوداد البيضاوي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على أمل حصد اللقب الغائب عن خزائن الجزيرة منذ 2013. في نهاية، كيف يجهز فايلر الأهلي خلال المرحلة المقبلة بعد التتويج بالدوري من أجل استعادة الأميرة السمراء؟ أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين، واحد من نجوم النادي الأهلي، واحد من نجوم المنتخب الوطني السابقين وكابتن النادي الأهلي السابق، كابتن شادي مساء الخير. كابتن سيف ازيك؟ وحشت. وانت كمان كتير والله. إيه؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كله حلو، كله زي الفل. ألف مبروك. الله يبارك فيك. طبعا البادج النهاردة والشغل عالي، انت عارف الأهلي في القلب. دي حقيقة يعني. فخليني في البداية قبل أي حاجة نبارك ل جماهير النادي الأهلي، مجلس إدارة النادي الأهلي، الجهاز الفني، اللاعبين، الجهاز الطبي، العمال داخل النادي، كل المنظومة الأهلوية، ألف ألف مبروك على الدوري. وده مش جديد على النادي الأهلي، احنا في حلقة سابقة قبل كده اتكلمنا وقلت لك حتى المنافسين كانوا بيصرحوا من الدور الأول، المسافات كانت بعيدة جدا في كل حاجة. الأهلي كان مجهز نفسه أكتر كلياقة بدنية، كأداء جماعي من الدور الأولاني، الأمور كانت محسومة. لكن احنا دايما في الإعلام أو نجوم الرياضة ما بيجي يتكلموا بيتكلموا على فكرة واحدة، اللي هي اللي انت لازم عدد المباريات، يبقى لسه مش عارف فاضل قد ايه والحسابات دي كلها. لكن في امور فنية واضحة للجميع، وزي ما قلت لحضرتك حتى المنافسين كانت تصريحاتهم كتير جدا من الدور الاول، كانت المسافات بعيدة ما بين النادي الاهلي وكل الفرق. فوز مستحق للنادي الاهلي. طبعا. وانت البيت بيبقى مرتب بيساعدك في حاجات كتير. الفريق كان العناصر كلها مكتملة، مش هنتكلم في 3-4 شهور الأخيرة في الحاجات اللي حصلت، ولكن البداية، ضربة البداية، كان مدير فني على أعلى مستوى. وسمعتك امبارح مع الدكتور طه اسماعيل، لازم نديله حقه طبعا. لأن الناس في البداية اتكلمت بشكل سلبي، لكن اللي قاعد على كرسي الإدارة مش زي وانت قاعد في البيت، بتفرق كتير، أو هو شايف حاجات احنا مش شايفينها. فبالتالي اختيار موفق من المدير الفني. وليه جزئية بعيد بقى عن الدوري هنتكلم فيها بعد شوية، عشان ده مهم جدا الكلام اللي بيتقال كتير على المدير الفنيين ومين بيمشي ومين بيقعد. أنا بس بجزئية تخصني أنا. لا 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 خالص لا لا. قالوا لي قبل ما أخش إن أنت عندك سؤال. أنت بتاخدني في السريع كده على طول دايما. لا 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 عادي، لا بالعكس، أنا عارف بحترم ذكائك. لا والله بالعكس، ده أنا قالوا لي، قلت لهم بالعكس أنا أحب كده. حضرتك كابتن سيف دايما لما حضرتك بتشتغل في الإعلام وأنا اشتغلت شوية في الإعلام، وأي حد بيهمه الجماهير ورأي الجماهير، مش هتقدر ترضي البعض طول الوقت، ومش هتقدر تسعد الناس كلها، مش هتقدر. هتلاقي في اللي بيحبك وفي اللي ما بيحبكش، بتشتغل على المجموعة اللي مش بتحبك، بتحاول طول الوقت تقول لا في هنا حياد. انا كتبت على الصفحه اللي انا معاك النهارده، فجالي اسئله كتير جدا على الخاص جدا. قال لي خد الميكروفون من والله بنفس الاسلوب كده واسال كابتن سيف. خد الميكروفون واسال. اسالك. انا الجمهور اللي ما اقدرش اساله. جمهور النادي الاهلي زعل منك في قصه لما لو اكتر من اعلامي اتكلم في حاجه واحده بعد هزيمه النادي الاهلي، رغم ان النادي الاهلي حسم الدولي، وقالوها بصراحه مطلقه ان اللي ده سكريبت ومتوزع على الاعلاميين. رد حضرتك. طيب صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. انا هتكلم عن انا وابراهيم فايق، لان انا وابراهيم فايق قناه واحده، سيستم واحد. ابراهيم فايق يعني اعلام الحقيقه كبير ويتمتع بعلاقات قويه جدا مع النادي الاهلي، وهتكلم زي ما انت قلت الرساله من جمهور الاهلي. فانا هرد على جمهور الاهلي، ويبقى الحكم في الاخر برضو ليك. يعني انت انت دلوقتي اللي ماسك الميكروفون، انت اللي هترد عليا في الصح والغلط، وانت اللي ايه هتناقشني. هبتدي بابراهيم ثم اروح ليا. ابراهيم فايق هو من اقرب المقربين لمجلس اداره النادي الاهلي، و
يعني الصديق المقرب للعميد محمد مرجان وكابتن سيد عبد الحفيظ وكل الناس على مدار 3 سنين وعلى قبل كمان شغله في بيراميدز. ابراهيم لو عنده نيه ان هو يتحرك او يتكلم او في سكريبت يبقى في عز الازمه في عز المشكله المستشار تركي آل شيخ والكابتن محمود الخطيب كان يتدخل او ليه اتجاه. ده هو اتجاهه الاهلي صرف، وثم مؤخرا ابتدت العلاقات بقت طيبه في الزمالك وهو زميل واعلامي الحياه كبير. ده ما يخص ابراهيم عشان يديله حقه برضه عشان بقى دافعت عن ايه؟ زميل. ما يخصني انا بقى في سكريبت هقول الحاجات بقى للجمهور لاول مره الجمهور يسمعها عشان ايه يعني الجمهور يشرح، بس برضه لازم الجمهور ما يشرح ويسمع رايك اعرف اسمع بعد كده وجهه نظر الناس فما احسش ان الناس بتدي على السوشيال ميديا وجهه نظر ثابته. تمام كويس. في انتخابات النادي الاهلي انت كنت اخد اتجاه المهندس محمود طاهر، وانا تربطني علاقه قويه بالمهندس محمود طاهر. انت كنت تتعامل مع قناه النادي الاهلي انت ككابتن شادي، ممكن قناه ليها اتجاه، وانا دائما وابدا اتعامل مع قنوات محايده على مسافه واحده من الجميع. تعاملت مع انتخابات النادي الاهلي بكل حدايه ما بين الكابتن محمود الخطيب والمهندس محمود طاهر ونستضيف دول ودول ودول ودول، وخلصت الانتخابات بالنتيجه اللي خلصت بيها والف مبروك. تمام. مده مجلس الكابتن محمود الخطيب قربت تخلص عدى منها 3 سنين. كويس. في ال3 سنين دول لازم الناس يجيبوا الشريط، يعني يجيبوا الشريط ايه، اعتبر ان ده مش سيف، اعتبر ان ده شادي، اشوف انت في ال3 سنين دول شغال ازاي، سكتك ايه. انت راجل اشدت 75 مره بمجلس اداره نادي الاهلي، راجل قلت كابتن محمود الخطيب ما عندوش انتخابات، راجل دخلت المهندس محمود طاهر على التليفون اشاد بالكابتن محمود الخطيب، راجل ليك مواقف كتيره جدا جدا مع النادي الاهلي. تعالى بقى في موضوع السكريبت. في عز الازمه ما بين الكابتن محمود الخطيب والمستشار تركي آل شيخ، وانا بكن له كل احترام للكابتن محمود الخطيب والمستشار تركي آل شيخ الحقيقه، لان الراجل انا ما شفتش منه حاجه وحشه مع النادي الاهلي. ما كانش لينا دور في اي موضوع ما يخصش فنيات النادي الاهلي، يعني كل اعلامي مصر وكل اعلاميين مصر في جزئيات معينه في هذا الخلاف اتكلموا فيها، وهي امور كثيره ما تطرقنا لهاش خالص، بل بالعكس اثناء الخلاف كنت بخش اقول الراجل ده عمل حاجات كثيره مع النادي الاهلي، خلافه مصيره ينتهي، حصل صلح مع الكابتن محمود الخطيب، فطلعت قلت الصلح اللي اتكلمنا عليه حصل وكل التوفيق للنادي الاهلي. في التوقيت ده لو انا كنت رحت مع كابتن محمود الخطيب كنت ابقى ضد مستشار تركي آل شيخ، فضد مصلحه النادي الاهلي. احنا لا كنت مع هنا ولا هنا، انا كنت مع الصالح العام. هو راجل حابب النادي الاهلي، حابب الكابتن محمود الخطيب، في علاقه هيعمل افاده مع النادي الاهلي، وكنت دايما حاسس ان اي خلاف بيتبعه صلح او بيجي صلح. ما عنديش موقف لمره، موقف مره واحده ان انا تجاوزت في حق الكابتن محمود الخطيب في هذه الازمه اللي هي الازمه المستشار تركي آل شيخ بالذات للفظ السكريبت يعني. اذا النهارده انت ليك تاريخ، اما اجي اقيمك بتاريخك ممكن الجمهور يقول ايه، بس انت عمرك ما جيت مع الخطيب ضد مرتضى ولا مع مرتضى ضد الخطيب. انا قناه حياديه، قناه على مسافه واحده من الجميع، ليه حضرتك حق هتاخده؟ عليك حاجه هنور لك نور اخضر بطريقه وباسلوب معين. اذا حضرتك النهارده بتحاسبني على تاريخي، على تاريخي يعني على بالبلدي كده على مجمل اعمالي. مجمل اعمالي انا واقف معاك المشوار كله. تعال بقى خد المفاجاه اللي الناس ما تعرفوش. اتفضل. الناس قالت ان في نفس التوقيت سيف زاهر طلع قال يا كابتن الخطيب في حضرتك مشكله في التعاقدات، في مشكله في قطاع الناشئين. كويس. وفي نفس التوقيت ابراهيم فايق اتكلم، وفي نفس التوقيت فلان اتكلم. طيب ما هو لازم الكابتن محمود الخطيب او المختصين او المخلصين او المجموعه اللي موجوده تقول ايه؟ ياه، اما سيف زاهر وابراهيم فايق يطلعوا يتكلموا الاثنين، سيبكوا حتى لو في 3-4 تنفار، بس هو الموضوع كان سيف وابراهيم. اما سيف وابراهيم يطلعوا يتكلموا في الموضوع، اشد المؤيدين لينا اللي بقى لهم فتره عمرهم ما اتكلموا في حاجه يتكلموا في نقطتين. طب ما ناخد 5 دقايق نفكر في النقطتين ونرد عليهم، لان تاريخهم معانا، تاريخهم معانا ما فيهوش ضد، بل بالعكس. ده رقم واحد. رقم اتنين، على مدار ال3 سنين مع النادي الاهلي اكتر من مثلا ايه 780 مره بطلع اقول حاجه تخص النادي الاهلي، وبيكون رد من النادي الاهلي من الاستاذ جمال جبر شخصيا يتحدث معايا في التليفون، ولو كل الاحترام فوق دماغي من فوق
كابتن ما بعد اذن حضرتك توضيح، هو لا يديني معلومات يعني ما يقوليش مثلا ايه عشان تقول المعلومه صح، لا يقول لك كابتن انا بوضح لحضرتك النقطه وحضرتك زي ما انت عايز يديني المعلومه، فانا بمصداقيه طالما المعلومه جايه من جوه البيت بطلع اقولها، وفي نفس التوقيت ابراهيم بيقولها، وفي نفس التوقيت اي اعلامي محب بيقولها. ده ليه ما كانش سكريبت يعني ده في التوقيت ده ليه جمال جبر؟ وجهه نظري ما انا لازم اخلص وهسيبك بعد كده براحتك خالص. ليه في التوقيت ده جمال جبر ما كانش بيوزع سكريبت؟ ليه في التوقيت ده جمال جبر ما قالش؟ الناس الاعلاميين دول يا كابتن محمود الخطيب شغالين معانا بقالهم 3 سنين في عز الازمات، في عز رحيل عبد الله السعيد، في عز الازمات كانوا من اشد الناس المحايده، من اشد الناس اللي اتكلموا. ليه ما طلعوش قالوا ان الناس دي ما عندهاش غير الحقيقه، ما عندهاش مصلحه، لا عندي مصلحه مع حضرتك ولا عندي مصلحه جوه النادي ولا بره نادي ولا قناه ولا اي حاجه خالص، بالعكس ده انا نص ترابيزتك اصدقائي، ثلاث ارباع ترابيزتك اصدقائي، دي حقيقة. ولا عمري جبتهم ولا رساله ولا خبر ولا اي حاجه ولا علاقه بموضوع. ليه حضرتك ما فكرتش في كده؟ ليه قناه الاهلي مشكوره وكن لهم كل الاحترام، لان احنا تعاملنا الحقيقه ان كنت انا او ابراهيم لان هم بيتكلموا علينا احنا الاثنين، تعاملنا بمنتهى الاحترام والشفافيه. ليه حضرتك طلعت قناه بالكامل ردت علينا؟ قناه بالكامل 6 برامج ورا بعض طالعين، ده السكريبت ها طالعين، شافوه سيف زاهر، شافوه ابراهيم فايق، شافوه سيف زاهر، شافوه 6 برامج ورا بعض. طب حضرتك بدل ما تطلع الست برامج كنت حضرتك طلع برنامج واحد بس زي مثلا استاذ ابراهيم منيسي وكن له كل احترام، انا رديت عليه والمهندس عادل بكل ادب يعني، والله هم اتكلموا في النقطتين دول، النقطتين دول 1 2 3 4 5 6. نفس الموقف ده تكرر فين؟ لما جبت المهندس محمود طاهر، لما جبت المهندس محمود طاهر على التليفون قال كلام كتير جدا قمه في الاحترام، انا ما عنديش تفكير في انتخابات، شغل انتخابات، كل التوفيق لكابتن محمود الخطيب رئيس نادي الاهلي، عامل شغل كويس. الكابتن عادل القيعي تاني يوم عمل لي مداخله في قناه الاهلي، يا كابتن سيف هو حضرتك جايب الكابتن محمود طاهر في التوقيت ده ليه؟ يعني نيتك ايه؟ يعني حضرتك قصدك ايه؟ يعني والحقيقه بغض النظر عن اسئلته، بغض النظر ولو كل احترام، هو سالني انا رديت وقلت له ساعتها حتى جمله واضحه جدا، قلت له المهندس محمود طاهر يا فندم اتكلم بالعربي فمش محتاج ان انا يعني كلامه في مداخله في التلفزيون مش عايز مترجم، ودي كانت لا يعني كان افيه كان عالي جدا. انا على فكره تربطني علاقه قويه بالمهندس محمود طاهر، في يوم من الايام انتقدت المهندس محمود طاهر، اختلف معايا الكابتن عادل القيعي، كان معايا الكابتن محمد غزاوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، وكلمني الكابتن عادل القيعي قال لي يا كابتن المهندس محمود طاهر رئيس النادي الاهلي احنا في التوقيت ده انتقاد رئيس النادي الاهلي بشكل وبطريقه. قلت له يا فندم ماشي. اذا النهارده حضرتك في 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 مكالمه المهندس محمود طاهر حضرتك كلمتني وسالتني ايه وجهه نظرك، ايه قصتك، ايه موضوعك. فانا لما اجي احاسب شادي او احاسب اي حد بحاسبه على ايه؟ على مجمل اعماله. جيت في الثلاث سنين ليا وجهه نظر عايز اقولها، كابتن خطيب قطاع الناشئين فيه مشكله وحضرتك جبت خالد بيبو عشان يصلح، اذا حقيقه خلاص لجنه التخطيط قالت لحضرتك نفس الكلام اللي احنا قلناه، احنا اتكلمنا في نقطتين. هو ده كل الموضوع. فاذا حضرتك النهارده فين السكريبت بقى؟ ولو في سكريبت، في سكريبت هتطلع تاني يوم تعتذر لجمهور الاهلي اللي قال لي انا اعتذرت ليه؟ جمهور قال لي يا كابتن التوقيت مش مناسب، احنا خسرانين ماتش، توقيت مش مناسب، قول لحضرتك في توقيت تاني. الناس اللي بعتوا لي فطلعت انا اسف التوقيت مش مناسب، انا كنت بقولها للخير وخلاص الجملتين قلتهم وانا جمهور النادي الاهلي فوق دماغي من فوق. فين السكريبت في التوقيت ده؟ المستشار التركي الشيخ نفسه بنفسه طلع مع ميدو انا قال لي انت هربطني علاقه قويه، علاقه محترمه جدا بالجميع، اقسم بالله لا حلفان اهو، اقسم بالله العلي العظيم انا لا عمري في حياتي حد قال لي قول ما تقولش ده صح ده غلط، لا انا ولا ابراهيم ولا حتى ميدو ما طلع مع المستشار الشيخ قال ولا اي حاجه خالص. قول لي بقى انت كده فين بقى الموضوع؟ انا رديت عليه في كل حاجه. انا هقول لك باختصار، اول حاجه طبعا النادي الاهلي يمتلك شعبيه كبيره جدا هو نادي الزمالك، فيهمنا دايما وانت شغال تحافظ على مشاعر الجماهير. كان بعد هزيمه انا من وجهه نظري باختصار في النقاط تتلخص في اللي انا هقوله، اعتذارك تاني يوم يدل على النوايا الصادقه
اللي انت ممكن يبقى فيه توارد افكار مع اعلامي تاني، ده واحد يعني توارد الافكار. ممكن انا اقول حاجه في برنامج جوه قناه النادي اللي انت بتقوله، فمش لازم اخد النوايا السيئه طول الوقت. ما هو رقم اتنين، انا رديت تاني يوم لكده. ايوه ما انا فاهم، ما خلاص ما الاعتذار هنا الاعتذار من شيء من الكبار زي ما بيقولوا، اللي هو نواياك صادقه فبتعتذر عشان انت مش نواياك كده، انا افهمها. رقم اتنين كلمه شابوه هي اللي عملت اللغط، لما انت من وجهه نظرك بتوضح امور فاتخذت اللي هي لحضرتك كانك بتهاجم فبتقال شابوه على الهجوم. دي الحقيقه المطلقه زي ما بيقولوا. فانت نواياك وانا اعلم حبك للنادي الاهلي اللي مش على الشاشه، وانا احترم فيك دي جدا، على الشاشه في حياد او في حياد. لكن انت اهلاوي، اهلاوي جدا، ودي حاجه تحترم فيك. لكن لازم طول الوقت، وهو ده نصيحتي طبعا، يهمنا الجمهور ويهمنا زعل الجمهور، ولكن الامور تتحط في سياقها. النوايا الصادقه دايما، مش طول الوقت لازم يبقى نوايا وحشه تجاه اعلامي او اتنين او تلاته. بس عايز ارد على حته هنا صغيره. اتفضل. الشابوه ممكن تكون دلت ان انت بتهاجم، صح؟ الشابوه ده اتقال او عشان من عشان نكون صراحه مع الجمهور. ما يخص المستشار تركي آل شيخ، هو راجل في الاخر مشجع للنادي الاهلي. سيبنا من فتره اختلاف مع كابتن الخطيب، حيا كابتن الخطيب وقال شابوه في يوم من الايام، حيا جمهور الاهلي وقال شابوه في يوم من الايام، حيا فريق الاهلي وقال شابوه في يوم من الايام، بارك لفريق الاهلي في يوم من الايام، قال ان الاهلي يعوز يجي في خمس دقائق في يوم من الايام. في التوقيت ده اما قال شابوه وقال صح، قال عشان هو ممكن يكون الكلام ده عجبه فابدا اعجابه، ملهاش علاقه. بس الجمهور ساعات بياخد القصه في التوقيت اللي هو شايف ان دي، لا التوقيت ده ما اتقالش. بس انت لو فكرت بعقلك، فكرت بعقلك، هتلاقي ان انا من حقي اطلع اقول ايه، انا بختلف دلوقتي مع شادي، انا متفق مع احمد، انا مختلف مع ابراهيم، انا متفق مع علي. ده في توقيت عادي ملوش علاقه بتوارد افكار، يعني ملوش علاقه بحديث. ليه علاقه ان انت قلت كلام انا شايفه. على فكره ممكن بكره اقول كلام، انا اختلفت مع 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 حسام عاشور وطلعت انتقاد، اكن له كل احترام كابتن النادي الاهلي ورمز جمهور النادي الاهلي. اما اختلفت مع حسام عاشور، وعايز اقول لك حاجه، انا لما اختلفت مع حسام عاشور اول مره احس ان انا قاسي، يعني من جوايا لا، بس حسيت الموقف ويعني وقلت ايه، لا ده انا كنت كان معايا التليفون، انا قلت كنت قاسي جدا، كان معايا التليفون حسام وكان زعلان جدا. ما انا بقول لك اهو الصراحه. وعلى فكره يعني ايه، انا كمان فكرت ان انا اتكلم معاه كويس، انا مش شخصيتي كده. الجمهور والناس حسسوني ان انا يعني فاهم حاجه كبيره جدا. انا ممكن اكون عملت اللي انت حاسه، بس انا مش قصدي ابسطك او قصدي اعمل حاجه على حساب حد. انا قصدي ان انا في القناعات، لا في دي مش في التوقيت ده ما تنفعش. فجت من انا قلت اللي انا مقتنع بيه. لو انت اخدت في توقيت معين انا قلت اللي انا مقتنع بيه زي ما قلت لك، وخدتك على مجمل اعمالك، خدتك على اتجاهك. انت ممكن النهارده بتبص، انت النهارده بتتكلم في سلبيات. انا في يوم من الايام على فكره في نادي الاهلي والزمالك يعني فيهم مدير فني، فطلعت انتقده، فمسؤول نادي تاني كلمني قال لي ابوس ايديك ما تجيبش سيرته. قلت له انت ايه علاقه حضرتك انا بنتقده؟ قال لي يا عم ما عندوش فكره، سيبه بقى بدل ما يمشوه. اذا النهارده وانا بقول لحضرتك خلي بالك كويس، كل حد بيتعامل حسب حساباته هو. فانا هرجع اقول لك تاني بصراحه، ده وجهه نظري انا. انا ليه سالت السؤال دوت؟ بالعكس، علشان لقيت عدد كبير للامانه والله سالني على الصفحه عندي، فقلت احنا كده كده بنتناقش، ومهم جدا يبقى في نناقش كل حاجه نتكلم فيها طالما النوايا صادقه. ما فيش ممكن يبقى انا باخد بونت عند جماهير او حضرتك، الكلام ده انا ما بحبش اتعامل بيه. انا اعتذارك من وجهه نظري انا يدل على النوايا الصادقه. تاني يوم ما سبتش الامور تفتح ويتقال سيف زير في المربع ده. انا تاني اعلم اهلاويتك كويس جدا جدا، وانا يعجبني ان انت تبقى في قناه محايده، وحبك للاهلي ما يبقاش على الشاشه، ان كده مش هتبقى انت محايد اما تروح تشتغل في قناه النادي الاهلي. ده صح. انا بشوف كده موضوع وعدى، ولكن يهمنا مصلحه. طبعا انا قلت لك وانت بتشتغل تبقى عايز تنجح، وعايز الجماهيريه، وعايز تبقى رقم واحد. عشان ابقى رقم واحد لازم الناس كلها تلتف حواليا. ساعات على فكره بتصطدم بان انت، ودي اللحظات الصعبه، ان يتخاطب الجمهور، يتخاطب ضميرك، يتخاطب اللي انت مقتنع بيه. ربنا في الاخر بيديك، ممكن تيجي تخاطب ضميرك وتقول الصح، احيانا تزعل الجمهور واحيانا تبسطه، ولكن في النهايه هتلف الايام وهيرجع الناس يقولوا والله كان هنا عنده حق. لان في النهايه خلي بالك انت ممكن تخاطب الجمهور فتقول حاجات تبسط الجمهور، بس مش دي الصح.
هو انت قلت جملة حلوة جدا بصراحة. يعني انا فيما يخص موضوع دعم النادي الاهلي انا مع الكلام الاخير اللي هي صفحة ونطوط بحلوها بمرها بمشاكلها بالحلو اللي فيها بالدعم اللي فيها بالمساندة اللي فيها واتقفلت الصفحة دي مش حابب اتكلم فيها خالص لان مجلس ادارة النادي الاهلي هو من يدير النادي الاهلي وبيحدد بيتعامل مع مين وايه مصيره وكل ده. شادي انا بس عايز اقول حاجه هنا هنا فيها لبس لكل رؤساء الانديه اهلي زمالك اسماعيلي ده خلاف احنا بنعيشه لازم الناس تفهم حاجه تفهم حضرتك رئيس نادي انا اعلامي كويس حضرتك النهارده بتكسب بطلع اقول حضرتك عملت شغل كبير جدا وعملت منشات انت شخصيه عظيمه جدا حضرتك النهارده في سلبيات بطلع اقول يا فندم خلي بالك في مشكله في الحته الفلانيه ده ما يسئش لحضرتك حضرتك لازم تبقى متفهم ان حضرتك بتعمل دورك واحنا كمان بنعمل دورنا دورنا ده مش معناه ان انا تجاوز فيك مش معناه ان انا ضدك مش معناه اي حاجه معناه ان حضرتك دورنا ان احنا بنولع لك كشاف انا اتناقشت مره معاك وانت داخل قناه الاهلي وانا فاكر كنا واقفين في ممر وقلت لك يا شادي هو انت ناوي تسيب القناه فقلت لي ليه قلت لك اصل اتفرجت عليك النهارده انت بتقول ارضيه الملعب وحشه بتاعت مدينه نصر ولازم تتغير ولا جاله صليبي انت كنت بتهدم انت ما ركزتش ولا ايه عارف ليه قلت لي لا 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 انا مركز عارف قلت لك انت بتنتقد الاهلي فرديت قلت لي انا بنتقد السلبيه عشان يصلحوها طب ما هو لان انا فاكر كويس جدا اليوم ده وانت بتحكي حاجه فعلا حصلت كنت راح اغطي تقرير عن قطاع الناشئين فروحت عرفت اللي فيه ثلاث لعيبه جالهم صليبي وقبلها باسبوع اربعه والملعب كان مصروف عليه مبالغ كبيره جدا حتى القطاع كله كان بيتمرن في استاد القاهره صح فما بقيت قدام حاجتين الضمير اللي انت وحبك للنادي الاهلي لازم تقول وهيزعل المسؤولين هيشتكوا رئيس النادي رئيس النادي هيكلمني انا عارف اخترت ايه اخترت اللي انا اعرض صورت بكاميرا الموبايل ومع ان ممنوع تعرض عرضت ده عشان لما راحوا رئيس النادي قال لي برافو عليك اللي انت بتعمله ده الصح قال لك ايه قال لي برافو عليك اللي انت عملته الصح شكرا نطلع بقى فاصل ونرجع بعد الفاصل نخش في موضوع الاهلي وفوزه بالدوري الممتاز بعد نرجع بقى نتكلم على بطولة الدوري والنادي الأهلي ونتكلم شوية بقى فنيا النادي الأهلي أخذ البطولة من بدري هو الأفضل فنيا السنة دي طبعا بلا منازع يعني. زي ما قلت لك الاستعداد في البداية المدير الفني كان بيعمل روتيشن لغاية لما استقر على تيم كمان مباريات كتير جدا كان بيقدم الأداء الجماعي أنا بتكلم في خصوصا الدور الأول بقى قبل قصة كورونا الأداء الجماعي كان متميز جدا للنادي الأهلي طريقة اللعب دايما الفرقة اللي بتعتمد على النجم الأوحد ما تنجحش بشكل كبير الميزة مستر فايلر اللي الراجل كان الأداء الجماعي بتاعه متميز جدا جدا في المباراة الدور الأول كان بيحصل بعض الأخطاء وبيتداركها بسرعة عشان كده نال إعجاب الجميع في البداية كمان استيعاب اللعيبة لطريقة اللعب بسرعة اديته الافضليه ابتدى المكسب يجيب مكسب يجيب مكسب فرق بشكل كبير جدا بقى في جاب ما بينه وما بين المنافسين حتى زي ما قلت لك في البدايه كابتن سيف تصريحات المنافسين كان في استسلام في التصريحات كلها فيما يخص حصول النادي الاهلي على بطوله الدوري النادي الاهلي من وجهه نظري في الدوري العام كان افضل دفاع افضل وسط ملعب افضل هجوم افضل حراسه مرمى في كل في اي بوزيشن الاهلي كان مسيطر بشكل الاهلي محتاج صفقات الاهلي محتاج صفقات فين الاهلي محتاج اربع خمس صفقات خمس صفقات ده وجهه نظري الفريق اللي عايز ينافس على بطوله افريقيا لازم يبقى تيم في منتهى القوه في كل المراكز ولازم عندي في مراكز لعب واتنين عشان اخلق منافسه ما بين اللعيبه على سبيل المثال مركز 10
ده مهم جدا، محتاج لعيب سوبر. مش في في انا مش هتكلم على لعيبه ولا اسماء، انت ما ينفعش تضيع وقت. في لعيبه بتضيع وقت من حياتها، من 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 تاريخها، من وجودها جوه النادي الاهلي. مش هتقعد تستنزف، بنقعد ك ك ك ك ك كمسؤولين وكاعلام، ما هي كلنا منظومه واحده، من غير ما ندخل في تفاصيل كتير. اللي يضيع وقت رقم 10 فرق. انت محتاج المركز ده، محتاج لعيب يعمل حلقه الربط او الوصل مع قفشه. لما قفشه يحس اللي هو لوحده، وصالح بيبعد نفسه، لازم يقرب اكتر من كده، ولازم يلحق في الماتشات اللي جايه يموت نفسه. ده لو انت عايز تكمل في النادي الاهلي مع لعيب مثلا سوبر موجود، هتلاقي منافسه، هتلاقي قفشه بيديك 100%، مش عايز يقعد، فهيطلع اكتر من اللي هو بيديها. هي كده فرق البطوله بتمشي كده الامور. محتاج مع محمد هاني لاعب في الباك رايت، محتاج سيرد باك، محتاج ديفندر مع تالت. بس المكان ده فيه ناس كويسه، في عمرو السوليه، في ديانج، في كمان لاعب المنتقل من انبي حمدي فتحي، لعيب هايل كمان في التكمله بتاعته. فالمكان ده ممكن نقول، لكن يبقى فيه عنصر موجود. هل النادي الاهلي هيجيب صفقات من مصر ولا مش محتاج صفقات من مصر؟ النادي الاهلي مش فكره الصفقه، ما ينفعش اجيب صفقه تبقى على الدكه. احنا في سنه كنا بنكسب جيلبرتو وفلافيو، جاء انيس بوجلبان في وسط الملعب باضافه لشوقي انت عايز صفقه تلعب على طول. لازم صفقه تيجي تلعب. جاي تعمل ايه؟ ادفع فيك فلوس تيجي تقعد تتفرج على الدوري المصري؟ لا. الصفقه اللي تيجي في النادي الاهلي بس النادي الاهلي محتاج حاجه اهم من الصفقات. ازاي تعمل صفقات في سريه حتى لو من مصر؟ لان انت العين عليك دلوقتي، انت مستهدف في فكره اللعيب اللي ازاي يبقى هتجيبه ب 5 مليون جنيه فجأة بتلاقيه ب30 و40. هو قيمته التسويقية مش كده خالص. لازم السرية في النادي الأهلي، طريقة سيستم العمل في الصفقات. يعني أنت عايز الأهلي يغير طريقة التعاقد. طريقة التعاقد السرية التامة، إعلان اللاعب وهو في المؤتمر الصحفي. السلام عليك يا كابتن سيف. ده اللي كابتن سيف قاله امبارح. مش أنا بسمع كل البرامج بشكل كويس جدا، وده ليه؟ لأن أنت النهاردة في كلام على مدير فني مش عارف يروح فين ويجي منين، في كلام على اللعيبه بتجدد في النادي الاهلي. انا اعلم من غير ما ادخل في تفاصيل، في لعيبه جوه النادي الاهلي ماضيه لاحد الفرق. فانت في وضع مختلف عن زمان. يعني ايه وضع مختلف عن زمان؟ محتاج سريه كامله حتى اللعيبه اللي بتخلص فيها من مصر. ازاي تمضي اللاعب؟ انا عايز اقول وجهه نظر على الهوا قدام الملايين. لازم اغير من ثقافتي فكرة اللي في لعيبه بتمدي فبيجي خلاص بيروح نادي تاني فبتديله العقد، عشان الاهلي علم الجميع كده. لازم اغير النقطه دي في التوقيت ده. اللي اقدر امضيه امضيه، واللي اقدر اضعف منافس ليا او منافسين ليا في الصفقات اضعفه، ويبقى معايا العقد. هتهدد في لعيبتي؟ هو ده النادي الاهلي الكبير بيعمل كده، واللي الكل بيتعلم منه. ده اسلوبه في الاحتراف، وده اسلوبه زي ما العالم كله بيعمل. انت عايز الاهلي يغير السيستم في بند التعاقدات جدا. طيب هاخدك ونروح للسوشيال ميديا شويه. اتفضل. ومعانا جهاد هي المختصه معانا كل اسبوع بمساله السوشيال ميديا، وازاي الشباب بيتكلموا على السوشيال ميديا، او ايه اللي مسيطر عليهم بعد فوز النادي الاهلي. جهاد عرابي، مساء الخير يا جهاد. مساء النور يا كابتن سيف، مبسوطه مع حضرتك من مره ثانيه، ومبسوطه تاني بالفرصه اللي حضرتك بتديها لي ان احنا نقدم شيء مختلف. وفي الاول بحب ارحب بكابتن شادي محمد طبعا. اهلا وسهلا بيرحب بيكي وبتشرف بوجودك دايما. وعايزك تقول لنا بقى النهارده السوشيال ميديا ايه اللي النهارده متصدر المشهد بعد فوز امبارح النادي الاهلي بالدوري. باختصار كده يا كابتن سيف، احنا من امبارح شفنا ازاي ان كلمه النادي الاهلي تم ذكرها على منصات التواصل الاجتماعي وعبر الانترنت بشكل كامل، كمان على الاخبار وكل الانترنت بشكل كامل. لقينا ان النادي الاهلي امبارح ما كانش اعلى يوم في الاسبوع اللي تم فيه ذكر النادي الاهلي على الانترنت، لان يوم 12 كان اعلى، ويوم 12 ده كان يوم ماتش الاتحاد، وده طبعا طبيعي لما
فسرناه لان احنا لقينا ان قبل الماتش وبعد الماتش ردود الافعال كانت اقوى من كده، لكن على يعني بشكل تاني كان معاك يا كادس، اتفضلي معاك. لكن امبارح كان اعلى طبعا تفاعل بشكل كبير لكل حاجه تخص النادي الاهلي موجوده على الانترنت، وده باين برضو قدامنا بالجراف. جينا برضو نشوف الناس بتقول ايه مع فوز النادي الاهلي، لقينا حاجه ثانيه مهمه جدا، ودي طبعا حاجه مش محتاجه نحللها باي طول ولا باي حاجه، وهي كميه ذكر اسم مؤمن زكريا اللي كانت مصاحبه لفوز النادي الاهلي بالدوري. مؤمن زكريا اسمه امبارح اتذكر بشكل كبير جدا، ما كانش اعلى يوم في الاسبوع، اعلى يوم او اعلى يوم اخر 20 يوم اللي هم من بدايه الشهر تم ذكر فيهم مؤمن زكريا كان يوم 12، اليوم اللي كان فيه احتفال محمد صلاح طبعا بالهاتريك او بهدفه الثالث اللي جابه في اول مباراه شارك فيها، وبسبب ده لقينا برضو ان اسم مؤمن زكريا اتذكر بشكل كبير جدا. في اخر 6 شهور كان اعلى يوم كان يوم 12 وما عدلوش غير اليوم امبارح لما الناس كلها حبت تهدي مؤمن زكريا الدوري، وهو زي ما بيسموه دوري مؤمن زكريا. اخر حاجه كنت عايزه بس اقول لحضرتك، اخدك من حته الاهلي لحته بريرا في الزمالك. الزمالك طبعا كل اسامي المدربين الجداد بيتذكروا بشكل كبير قوي على السوشيال ميديا والناس بتتفاعل معاهم بشكل كبير، لكن اخر 48 ساعه اسم بريرا و المدرب جيسوالدو فيريرا هو المدرب البرتغالي السابق لنادي الزمالك اللي بيقرب ان هو يرجع، هو اكثر معدل لذكر اسم فيريرا من ساعه ما اعلن رحيله عن الزمالك. لقينا حاولنا ان احنا نشوف الناس بوزيتيف ونيجاتيف على فيريرا قد ايه، لقينا ان النسبه الاعلى في الكلام على فيريرا على الانترنت بشكل عام كانت ايجابيه جدا من جماهير نادي الزمالك. بشكل عام اكتر الحاجات اللي بيتم تداولها على الصفحات الجماهيريه للاهلي والزمالك هي الاحتفالات بتاعه لعيبه الاهلي والممر الشرفي والردود الافعال عليه اللي اقامه نادي المقاصه، والاحتفال اللي كمان كان من اداره نادي المقاصه مع النادي الاهلي، وعلى الصعيد الاخر في الصفحات الجماهيريه لنادي الزمالك اكتر تفاعل كان لفيديو فيريرا اللي بيقول فيه جمهور الزمالك ان هو تحت امر الفريق تاني مره تانيه. ده كان حاجة سريعة جدا لإيه اللي بيحصل آخر كام ساعة على السوشيال ميديا بين الأهلي والزمالك. يعني معنى كلامك إن 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 مسألة المدير الفني لنادي الزمالك داخلة على السوشيال ميديا في الحديث مع فوز النادي الأهلي بالدوري، ولا النادي الأهلي حديث النادي الأهلي أو كلمة النادي الأهلي والفوز بالدوري أعلى من أزمة مدير الفني لنادي الزمالك؟ لا، لو بنتكلم على الإنتراكشن أو على التفاعل بشكل كبير، فتفاعل طبعا فوز النادي الأهلي اللي كان من آخر دقايق في مباراة الزمالك لحد بعدها بأكثر من 3 أو 4 ساعات، ده كان تفاعل عظيم ما فيش حاجة وصلت له لحد دلوقتي في آخر كام شهر، وده الطبيعي جدا مع الفوز ببطولة كبيرة زي الدوري. لكن أنا بقول لحضرتك إن الصفحات الجماهيرية لنادي الزمالك والجمهور الزملكاوي على السوشيال ميديا متفاعل بشكل كبير جدا آخر كام ساعة كمان بعد فوز النادي الأهلي، عشان هم مستنيين يعرفوا مين المدرب. وطبعا تصريحات مجلس إدارة نادي الزمالك بتسخن الموضوع أكتر لأن هم متشوقين يسمعوا في الساعات اللي جاية. لكن اللي بقوله لحضرتك إن كنا لحد من أقل من 48 ساعة أسامي باتشيكو وبروس هي اللي بتتذكر بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا ما بين بالسلب والإيجاب، ومعظمها كانت بالإيجاب. لكن آخر 48 ساعة اسم فيريرا هو اكثر اسم يعني بيتم ذكره وبشكل ايجابي بشكل كبير جدا، مفيش حد مقرب له غير جروس. جهاد، عايز اسالك من وجهه نظرك مده التفاعل بتاع جمهور النادي الاهلي في الاحتفال بالبطوله ممكن من وجهه نظرك تقعد قد ايه، او طبيعه السوشيال ميديا قد ايه؟ طبيعه السوشيال ميديا في مصر ما بتاخدش كتير بالذات في الاحداث الكرويه اكتر من 3 ايام لاسبوع، بسبب ان احنا دايما عندنا احداث جديده، وبسبب ان جمهور الاهلي من دلوقتي ومن بعد كمان الفوز بالبطوله ابتدى يسخن ويتكلم على بطوله افريقيا ويقول احنا عايزين دلوقتي افريقيا وخلاص، احنا خدنا بطولتنا المفضله زي ما بيقولوا ودلوقتي مركزين في افريقيا. بس ده مش معناه طبعا ان يعني لو احنا استمرينا في الممرات الشرفيه حضرتك هتلاقي الاحتفال دايما بيطلع مع الماتشات، لكن الطبيعي ان التفاعل البيك بتاعه او التوب بتاعه التوب يعني اعلى ارقام ليه هتكون انتهت مع بكره، يعني لان بكره من بكره هنبتدي نكون بنتكلم على مين مدرب الزمالك القادم، وهنكون بنتكلم على الاهلي والزمالك في افريقيا بشكل كبير جدا.
جهاد بشكرك وبتشرف دايما بوجودك معايا، وبشكرك الحقيقه على الفقره الرائعه دي، بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله باذن الله تكون جهاد يعني فقره ثابته معانا كل اسبوع نعرف منها السوشيال ميديا بيقول ايه. عالم كبير السوشيال ميديا. طبعا بحييها على المجهود اللي هي بتبذله، كل حد بيتعب في حاجه كده، وبحييك يا سيف. في ناس بتحتاج فرص وتثبت وجودها، يعني هي باذله مجهود كويس جدا. بس وهي بتتكلم افتكرت حاجه، واحنا راجعين من اليابان واخدين ثالث عالم، كان عندكم بطوله ثاني يوم ولا ايه؟ يا ريت. جمهور النادي الاهلي جاء اعداد غفيره، وكان الهتاف الدوري يا اهلي واحنا جايبين ثالث عالم. فمانويل جوزيه قعد يعمل للعيبه كده سامعين، عشان واحنا راجعين قال خلاص صفحه اتقفلت، من بكره في شغل كده. فالنادي الاهلي انا واثق ان تفكير اللعيبه. كنت بتحتفل قد ايه بعد اي بطوله مع النادي الاهلي؟ ايه؟ كنت بتحتفل قد ايه؟ ثلاث ساعات. انت بتروح البيت تفرح، تجي لك تليفونات مباركات، ثاني يوم تروح التدريب تلاقي المحاضره فيها افريقيا الدوري خلص كاس خلص. خلص الكلام. فده لازم اللعيب اللي بيلعب في النادي الاهلي يكون شخصيته شخصيه البطولات. هي بقى انت هي بقى شخصيه البطولات دي، هرجع بعد الفاصل اكلمك يعني ايه اللي يلعب في النادي الاهلي يكون عنده شخصيه البطولات. طبعا بس بعد الفاصل. الفقرة دي بتعتمد على صبرك وطولة نفسك بقى، وإيه يعني توسع صدرك شوية. الناس اللي بيقولوا أنا ماليش دعوة. لا لا عادي. الناس بيقولوا اتفضل. الناس بيقولوا إن أنت أحيانا بتنتقد اللعيبة اللي بياخدوا فلوس وينشم الأهلي والزمالك كويس، وأنت لو شفت ربع الكلام ده كنت مشيت، ولو اتعرض عليك 5% من الكلام ده ما كنتش قعدت في حتة دقيقة. الجمهور اللي بيقول كلام مش صح. انا ما بنتقدش اللعيبه، بنتقد المواقف اللي ما فيهاش اخلاص، ما فيهاش وفاء، ما فيهاش احترام الاسم اللي صنعك. لازم تنتقد بمنتهى القوه والحزم، عشان ما يبقاش دي القاعده. القاعده اللي في نادي اهلي اسم كبير، تيشيرته غالي، او زمالك. احنا بنتكلم او زمالك. انا بتكلم على اللي انا بقوله. لا يعني انا مش هتكلم على انديه تانية. لا بنتكلم في الحاله، انا مش بتكلم في كيس الحاله. انا بتكلم في لعيب بيلعب في نادي الاهلي او الزمالك، جه النهارده انت شادي محمد بيلعب في الاهلي والزمالك بياخد مثلا 1,000,000 جنيه، جه النهارده كرتونه فيها 50,000,000، هتقعد ولا تمشي؟ لا هقعد. هقعد وبشرف ورافع راسي لفوق، لان هقعد في النادي ده هيعمل لي اكتر من 50. بس محتاجه مخ، عشان ما ارجعش اعيط، عشان ما ارجعش اعيط واقول سامحوني وندمان. ما بحبش اتحط في المواقف دي. الرجاله ما بتعيطش وما بتندمش. الرجاله بيبقى صاحب موقف وصاحب كلمه. فايه اللي يخليني صحيح الرجاله تندم؟ ايه؟ انت قلت لي قبل كده انا ندمت لما رحت لعبت في انديه بعد الاهلي. لا لا احترم كل الانديه اللي رحت لها، انا رحت مضطر. أيوة خلاص النادي الاهلي كان قرار، بس رايح. لا في ندم، انا اقصد الندم القرار مش بايدك. هتندم عليه، لازم تندم. لكن لو هو بايدك، لو تقعدني في النادي الاهلي وما امشيش وانا حياتي بارادتي اسعد واحد في العالم، بس اما امشي واجرب واشوف واندم ده حاجه مش بايدي. ده اللي انا اقصده. مين اللاعب اللي في الاهلي اللي مشي وكنت تتمنى في ودنه كده تقول له ايه كان لازم تقعد في الاهلي؟ بدون دخول في تفاصيل ولا كل الاحترام. لا 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 انا اتكلم على اي حد. بصراحه عصام الحضر. عصام الحضر اسطوره. حارس مرمى وحش، جون كبير. وفي ناس ممكن تستغرب كلامي اللي انا بقوله، لكن والله ده اللي كان يفرق في التواجد مع النادي الاهلي. كان يفرق كتير، كان يفرق لمستقبله، لقدام، لمنتخب مصر. مدربين الحراس، المدربين الحراس المرمى المميزين في مصر قليلين. مع انك استفدت، انت عملت مصلحه. لا خالص، عمل ما ربنا اللي كاتب كل حاجه يعني. طبعًا. هو في الاول وفي الاخر ده حقي، مش حد مش حق، مش حق، مش واخد حاجه من حق حد. لكن مفيش لعيب تاني يفرق مع الاهلي من وجهه نظرك؟ عصام الحضري الاصرار والتحدي والعزيمه اللي كانوا عنده وحب الجماهير ليه،
كانت تستدعيه يبقى موجود ويكمل جوه النادي الاهلي بصراحه. لما بتسمع الارقام دلوقتي عقلك بيجيبها ولا بيجي لك دوار بحر؟ لا ما بيجيبها بس بتروح خلي بالك ما هي مرتبطه بالعقليه. العقليه اساسا مش فاهمه هي معاها ايه. لا انا بتكلم عليك انت يعني تقول لعيب ده بياخد معروض عليه الرقم ده نهار اسود. بص انا بعدني عن القصه دي عشان الراجل عندي قناعه اللي انا لو في جيبي 10 جنيه بشوفها 100 مليون. في رضا طالما بالنسبه لي والله العظيم ما بنافق وبقول الحقيقه اللي جوايا. انا طالما يعني برضي اهلي ما كانش تهزك. انا 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 دعاء امي ليا واللي انا الحمد لله بحب اسرتي جدا جدا جدا. فبالنسبه لي لما بعمل معاهم اي حاجه بحس ال10 جنيه بجيبي دي ملايين الدنيا وما فيها. فمش انا الشخصيه اللي ابص لحد ومعاه كده ليه. لا انا الطريقه اللي انت تاخدها بيها. يعني في لعيبه مشيت من النادي الاهلي الطريقه ما كانتش عاجباني عشان كده بصراحه عجب. لكن اي حد ربنا بيرزقه بتمنى له الخير وبتمنى له يبقى احسن معاه اكتر فلوس في الدنيا. حاجه اللي قريب مني اعرفها كويس. طيب نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل شويه اسئله كده للكابتن شادي نسالها له هو يرد. هو اللي على فكره قايلها مش انا اللي قايلها. بعد الفاصل نرجع بقى نشوف التصريحات دي كابتن شادي قالها ولا رأيه فيها ايه. خش في الاولاني. تقراها. طيب شادي محمد يهاجم اشارة رمضان صبحي بالصمت وشه اصفر والندم قادم. دي حقيقة. طبعا كان في المؤتمر مش رمضان صبحي اللي انا عارفه الثقة اللي كان مديها له النادي الاهلي بشكل كبير. واحيانا حسابك في البنك مش بيدي ثقة بشكل كبير. حب الناس والجماهير تيشيرت النادي الاهلي بيدي ثقة اكبر من فلوس بكتير. انا عارف ممكن كلامي يكون بيضايقه لكن ده فيديو اول تمرين النهاردة رمضان. بتفرج على تمارين الاهلي بس على قناة النادي ما اتفرجش على فرق تانية. ده من وجه ولكن بتمنى للاهلي التوفيق ولعيبته التوفيق واتمنى الاهلي يحرز كل البطولات. انا من حقه يروح على فكره ومن حقه يلعب في اي مكان هو عايزه. لكن انا اعتراضي طول الوقت ولازم كمان هو يبقى فاهم كده على الطريقه اللي انت تمشي بيها من نادي كبير بحجم النادي الاهلي. بس اللي بعده شادي محمد انا تاريخ في الاهلي مثل اهرامات الجيزه ومحدش يقدر يغير ده. اللهم صل على النبي على التواضع. ايه؟ لا بقول اللهم صل على النبي على التواضع. انا قلت اعوذ بالله من كلمه انا الكلام ده قلته بس مش بالشكل ده. انت عارف المانشيتات بقى بيتحكموا فيها. انا اللي قلته بقوله يعني. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. ايوه تاريخ كبير جدا بالارقام. ومن حقي اتدلع بده. مش عايزني اتدلع بده ولا لا اتدلع. شبيت نفسك بالاهرامات. الاهرامات الاهلي عندي اهم من الاهرامات. ايوه ايه ماشي احنا عندنا الاهلي. لما انت تبقى كابتن انت شبيت نفسك بالاهرامات. ايه بتكلم على جزء التاريخ. ما الاهرامات ده مش تاريخ. صح ولا مش صح؟ من حق كل بني ادم تجيله لحظه كده تعلى معاه. لا دي مش لا دي اقول لك على حاجه. اقول لك الفرحه حلوه مفيش لا كلام. لما تاخد ربع بطولات النادي الاهلي من 1907 الافريقيه ده مش اهرامات ولا ايه؟ انت رد انا النهارده الاهلي عنده اولاد نادي شادي محمد لليوم السابع. الاهلي عنده اولاد نادي عايزين الاعدام في ميدان العام. ممكن اقول ممكن في ميدان التحرير. انت قلت كده؟ قاسي قوي تصريح قاسي. لا بالعكس بشوف حاجات ساعات غريبه جدا. بس هما زملاء برضه يعني ما فيش حد نفسه يبقى وحش. كل واحد وظروفه. بس مش بزايد على حد بس انا يعني اعوذ بالله من كلمه بحب الاهلي بجنون. بس مالكش حق في التصريح ده. ايه؟ مالكش حق في التصريح ده. ملوش علاقه بحب الاهلي. لا في تجاوزات بتبقى الواحد عايز بيبقى نفسه يعمل مداخلات لبعض الناس وهي بتقول كلام عجيب وغريب. ازاي حد بيكون منتمي للنادي الاهلي؟ انت بتتكلم على ناس من بره تتجاوز في حق الاهلي. انا اسف انا بحسب لعيبه في الاهلي يعني. لا لا آه.
بتشوف حاجات فيها تجاوز بشكل كبير جدا بتبقى زعلان جدا من جواك، بتبقى نفسك ترد. لان النادي الاهلي، النادي الاهلي باختصار بقولها وهفضل اقولها للنوعيات اللي هي بتعمل كده، ده نعمه كبيره جدا عشان قعدنا فيه وشفنا خيره وشفنا عمل معانا ايه وشفنا خلى قيمتنا ازاي في المجتمع، فده حقنا يعني. فالواحد بيزعل من بعض التجاوزات اللي هي صعبة يعني. نشوف الماتش بتاع كابتن شادي محمد، ماي ماتش 11 سؤال وسؤال اخير اللي هو ال 12 بعد الفاصل. قبل ما نرجع نتكلم على المباراة، الزمالك بكرة في انتظار مدير فني جديد الساعة 8، فيريرا هيرد على نادي الزمالك بالموافقة يبقى المدير الفني نادي الزمالك فيريرا، لو 8 حصل اعتذار كارديرون هو المدير الفني الجديد، وكيله في دبي اسمه بيدرو والمسؤول هنا محمد الحبشي. دي معلومات خلاص مؤكدة، الزمالك بكرة هيعلن لو رد الصبح فيريرا خلاص يبقى فيريرا هو المدير الفني، ان ما كانش كده هيعلن على طول بكره كارديرون هو المدير الفني. نبدا المباراه واجابه من غير توضيح، يعني اجابه في جمله. خش يا وائل اول سؤال. كنت تحب تلعب تحت قياده مين؟ كباتن مدربين ولا لعيبه؟ كابتن لا لعيب. لعيب؟ اي اسم؟ اي اسم اللي انت عايزه. كابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب. اللي بعده. هدف في المرمى، افضل قرار اخدته في حياتك ايه؟ افضل قرار اخدته في حياتي ان انا اعتزل الكوره. انك تعتزل الكوره بعد موضوع حادث بورسعيد. بعد بورسعيد. اللي بعده. تقنية الفار، ايه القرار لو طبقوا الفار على قرار تعيد فيه تاني قرارك ايه هو؟ قرار اخدته تعيد فيه قرارك تاني. قرار اخدته اعيد فيه قرار، كل اسئلتكم محتاجة تفكير عشان في حاجات كتير. سريع ده بالعكس، ده هي قصة سريعة. اعيد قرار انتخابات النادي الاهلي. انتخابات النادي الاهلي. اللي بعده. يعني ثاني دكات محمود الخطيب؟ لا ما تدخلش خالص. ما تدخلش خالص. اللي بعده. بتستمتع بالحوار مع مين؟ مع امي. مع الوالدة. اللي بعده. كاس البطولة تديه لمين اثر في حياتك؟ كاس البطولة كابتن حسن حمدي. كابتن حسن حمدي. اللي بعده. كارت اخضر بتسمح لمين يتدخل ويشاركك في قرارك؟ يشاركني في قراري، بحب اسرتي بالكامل، عندي اختين بنات ب 100 راجل يعني، بحب اشاركهم. بحب اشاركهم جدا واحب اسمع ارائهم. ووالدتي برضه. والدتك. اللي بعده. كارت اصفر ده واحد بتحبه بقى بس ايه يعني بتعاتبه، بتدي له كارت اصفر. كارت اصفر من غير ما تذكر سبب العتاب. واحد بحبه وبعاتبه. المهندس محمود طاهر. المهندس محمود طاهر. اللي بعده. كارت احمر مين تستبعده من حياتك؟ اي شخص، عشان احنا في مجال الكوره يعني وحياتنا الكوره، اي شخص بيسيء للرياضه. اللي بعده. مان اوف ذا ماتش، من افضل رئيس نادي؟ افضل رئيس نادي كابتن حسن حمدي. افضل مدرب؟ افضل مانويل جوزيه. افضل لاعب؟ هقسمها ما بين محمد بركات ومحمد ابو تريكه. افضل حكم؟ افضل حكم انا بحب سمير عثمان قوي. سمير عثمان. شرفتنا ونورتنا يا كابتن. انا اللي بتشرف بيك واتمنى الحلقه تكون عجبت الساده المشاهدين
والتوفيق دايما يا كابتن. يا رب دايما بالتوفيق ليك في اللي جاي. شكرا جزيلا. اشكرك شكرا جزيلا. خلصنا حلقتنا النهارده مع كابتن شادي محمد نجم من نجوم النادي الاهلي والمنتخب الوطني السابقين. بكره ان شاء الله باذن الله حلقه جديده في نفس الميعاد. اشوفكم على الف خير.